محمد من الطائف، تفضل يا أخي محمد. نعم نعم يا شيخ، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ جزاك الله خير، الشيخ صالح الله يوفقك لما يحب ويرضى. ما حكم الجلوس للعزاء 3 أيام وذبح الذبائح ووضع الفرشات واجتماع القبيلة، واللي ما يحضر عندهم طال عمرك يزعل عليها أبو الميت ولا أخوه ولا يعني ما كنا نعرف الشيء ذا؟ نبغى منك توجيه يا شيخ وتوضيح هذا، الله يجزاك خير، لأن فتواك مقبولة إن شاء الله عند المسلمين. شكرا. يا أخي هذا الإجراءات في العزاء من تحديد 3 أيام وتفرغ من الأعمال وجلوس في البيت وقدوم الناس إليه وذبح الذبائح، كل هذا لا أصل له، هذا من البدع والمحدثات ومن الآثار التي تشق على المسلمين. والعزاء مشروع لكن بغير هذه الطريقة، العزاء بالكلام بالدعاء، إذا لقيت المصاب أو اتصلت عليه بالجوال أو بالتلفون فإنك تقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر الله لميتك، ولا حاجة إلى إقامة مآتم وإقامة فرشات وأيام وكلها. وكونه يزعل مثلا والد الميت يعلم، يقال له ترى هذا ما هو مشروع ولا هو من صالحك ولا من صالح الميت، يبين له هذا. نعم.